الإنسان أن يستغل الشهر الفضيل. أتمنى من أعماق أعماقي أن تختم القرآن في رمضان. هي قراءة سمية تعبدية. أنا كل يوم جزء بتقرأ. نعم. ما بيكفي. في قراءة بحث ودرس. بيكفي آيتين. تتعمق بفهم آيتين. ثلاث آيات، أربع آيات. كيف نفهمهم دكتور؟ من تفسير. من قراءة تفسيرها. تمام. العبد الفقير بفتح موقعي. القرآن كله مفسر. الحمد لله. بتفصيل شديد جدا. الحمد لله. نعم. بتفهم القرآن. فإذا أنت قرأت قراءة تعبدية جزء كل يوم. وكل يوم آيتين ثلاثة بس بالآيات المحكمات منهج للحياة. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. يعني يا عبادي بيني وبينكم كلمتان منكم الصدق ومني العدل، أي تتفاوتون عندي بصدقكم وأنا أعدل بينكم. بنحكى ساعة الآية هي. نعم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. اتقيت الله بتربية أولادك فلك مخرج من عقوقهم، اتقيت الله باختيار زوجتك مؤمنة فأنت نجوت من الشقاق الزوجي، اتقيت مالك اتقيت الله بكسب مالك. نعم. نجوت من الإفلاس. نعم. نعم. طيب أيضا خطة هيك يعني دكتور، يعني إضافة لختمة القرآن الكريم في رمضان، ما هي العبادات التي تنصح المستمعين الكرام أن يواظبوا عليها؟ كله باليوم حضور درس الدين مجلس علم. كل الدول الإسلامية في درس بعد الترويح. نعم. وأنا كنت أعمله 20 دقيقة فقط. نعم. ودرس بعد الفجر، هدول أهم درسين، درس الفجر ودرس التراويح. بعد التراويح صار في اتصال بالله، فأنت مستعد تتلقى شيء. بس بتمنى على المدرس بعد ما صلوا ساعة بكاملة يكون درس ما يكون فوق 20 دقيقة. نعم. والفجر كذلك. فبعد الفجر بعد الصلاة في درس، وبعد التراويح في درس. نعم. فأنت بالصلاة أقبلت، بالدرس قطفت الثمار. هل تنصح الناس بأداء التراويح في المساجد دكتور ولا في بيوتهم وبين عائلاتهم؟ لو فرضنا أنه واحد عنده 3 بنات وأربع شباب. نعم. وزوجة وقام صلى التراويح فيهم، هي أفضل من 1000 صلاة هي جماعية صارت. استيقظ صباحا ذهب للمسجد بغير رمضان وصلى بالجامع، ومن صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي. نعم. طيب إذا هيئت الأولاد وتوضوا أمامك والبنات توضوا وصليت بهم إماما ورأيت صفحة بالقرآن قعدت معهم، الآية شو معناها يا بابا والآية شو معناها، مين سمع قصة من أستاذه هيك مؤثرة بالدين، قعدت معهم شي نصف ساعة، هي أكبر عبادة هي. لأنه أولاد الآخرون أنت لهم وغيرك لهم، أولادك من لهم غيرك؟ مين لهم غيره؟ نعم. فأنا والله من اجتهادي أنا في جلسة مع بناتي. نعم. كل أسبوع جلسة فضيلتك مع عائلتك. نعم. نعم. إيه والله مع بناتك. نعم. نعم. جلسة تشرح لنا عفوا دكتور دين. نعم. نشرح آية حديث أسبوعيا. نعم. أبدا لهم ولا مع عائلاتهم وأولادهم لا مع أولادهم. نعم. طبعا. نعم. جميل. ما في مشكلة. جميل جميل، ربنا يتقبل إن شاء لا الله. بس مو مع أزواجهم، أزواجهم ما في يعني، أنا ما عندي صهر يشوف مرت أخوي. نعم. حتى ما يصير اختلاط. ما هو في اختلاط. نعم. نعم. الله يثبتكم ويفتح عليكم دكتور. نعم. قاعدة أن يصلي في أهل بيته دكتور ويكسب فيهم أجر ويحفظ يعني دينهم هي للنوافل والفرائض ولا للنوافل فقط؟ لا للفرائض معلش، حتى الفرائض. إذا الفجر صلى مع أولاده. نعم. وبناته وأرى قراءة جيدة وأما بهم شو في مشكلة؟ نعم. هذول أولى من تبعات الجامع. نعم. نعم. طالما تحققت الجماعة. نعم. في نعم. في البيت. طيب تحدثنا دكتور أما واحد مثلا بناته مزوجات كلهم أولاده مزوجين. نعم. مع زوجته أخذوا راح الجامع، الجامع أولى. نعم. أنا كنت أسأل فضيلتك عن صلاة النساء في المساجد في التراويح وكذا، ليس كحكم فقهي بقدر ما هل يعني تنصح بها دكتور؟ يعني بس أنه أن تتقي المرأة يعني أن تكون مزينة. نعم. أو ثيابها غير إسلامية بس. نعم. أن تبتعد عن هذا. نعم. نعم. يرجعنا النبي قال مأزورات غير مأجورات، لمن حملت الوزر يعني. نعم. إذا كان في تزين بالطريق وفي كذا. نعم. نعم والعياذ بالله. نعم. طيب دكتور حدثنا عن ختمة القرآن وعن صلاة التراويح وعن وجبة السحور، حدثنا أيضا عن يعني الوقت والولائم أن تكون يعني لا يشترط الإنسان أن يراعي كل العادات والتقاليد، لا ممكن كما. نعم. تفضلت أنه يؤخر العزائم. نعم. لبعد رمضان. نعم. نعم. أما رمضان للعبادة ليس